اتأخر ليه الزفت ده؟ ممكن اعرف التأخير ده كله فين وليه؟ كنت بعبي بنزين من المحطة اللي فيها شنزران. شنزران؟ كمل يا سريانوسي. فجأة يا سعادة البي وقعت مني الجيبة اللي أنا لابسها دي وسمعت كلام يسم البدن. الكلام ده ما يخصنيش. لعلمك أنا كنت ناوي أخصم منك أسبوع عشان موضوع التأخير ده. بس بعد شنزران اللي قلتها دي مش أقل من 20 يوم خصم. يا دبور بيه، أنا كبرت على المسخرة اللي عمال تلبساني كل يوم دي. سريانوسي، أنت سواء اتش دبور، يعني لازم تبقى كول فانكي وأوفزي أوفزي. روح أوفزي. إيه بس أكتر من اللي أنا فيه ده؟ يا رب يكون نايم مش طبعاً خالص، ومحاضراته بمبادئه وبسلطاته مقبول. خضتني يا بابا، مش هتبطل بقى شغل افلام الرعب الفكسانه اللي بتعملها لي كل ليله؟ انت لسه شفت حاجه؟ استنى يا ولد، تقدر تقول لي كنت فين لحد دلوقتي؟ اصلا هتقول لي كنت في خروجه روشه طحن. كلمه روشه طحن كانت جديده ايام ما كنت انت بسوالف وبتسمع لمبادة وتخرج تروش مع اصحابك في ويمبي. ويمبي ويمبي ها ويمبي. دبور بلاش تزن على خراب عيشك وقول لي، تفتكر امك الله يرحمها لو كانت لسه عايشه كانت هتبقى مبسوطه وهي شايفاك انسان فاشل؟ يا فاشل، شايفاك بسنك ده كله لسه طالب في الجامعه وهي شايفاك معفن ما تستحماش وما بتحلقش يا معفن. لا
دي مش عفن، ده ستايلو سيعة. وقعد تفتكر ان ابوك ده نازل من بطن امه خام؟ لا، ده انا كنت صايع صايع جامد قوي، واكيد كنت اصيع منك. لا دي وسعت منك شويه. دفنتلي انا اصيع. لا معلش انا اصيع. لا 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 ضحكوا عليك، انا اصيع. معلش دبور انا اصيع. كمان نجا انا اصيع. انا اصيع يا راجل، انا اصيع. صدقني انا ابوك، ولما انا اقول انا اصيع يبقى انا اصيع. يا بيشتغلوك والله، انا اصيع. بص شفت ليه؟ بذمتك مش مكسوف من نفسك؟ شوي ايه ده؟ بسم الله. الو ازيك يا ماو؟ ايه يا نهار اسود؟ في ايه؟ في ايه يا دبور؟ ابلغه ازاي؟ تبلغ مين؟ حد مات من العيله؟ دي كانت غاليه علينا كلنا. يبقى عمتك. عمتك انا كان قلبي حاسس كان نفسي اسلم عليها. اساله كده، سالت عليا كان نفسي اشوفها. استنى طيب، كان نفسي ابصها. يا حبيبتي يا اختي، يا حبيبتي يا اختي. اقفل، هتصرف انا بالموضوع. يا حبيبتي يا اختي، يا حبيبتي. عمتك صح؟ اكبر من كده المصيبه. ايه حفله اليسا اتلغت؟ ما تتلغي يا حوت، ما تتلغي، ما تتلغي. لو اني كان نفسي اشوفها اليسا. الو سريانوسي، شفت فيلم زورو قبل كده؟ تحت امرك، تحت امرك يا دبور بيه. والدك عايز يشوفك. عايز ايه؟ معرفش، هو قال لي اجيبك على المكتب. ادينا على الشركه نشوف عايز ايه. حاضر. بعدين نكمل الدقي مع الهوميز. ايه اتش، مش هتصبحنا ولا ايه؟ عيب عليك يا ماو، صباح الفجوال. اخبط دي. ايه دي؟ دي جديده دي. دي حبايه جحيم، جربتها في الواد اميتاب اول امبارح، فضل مقتنع انه طرطايه وقافل شباك في الثلاجه ليسيح. دي نجاح الهيري هير، النجاح المتوقع ليه مجموعه دبور، هتبقى من اكبر شركات صناعه الشامبو في العالم. قشطه. احنا قاعدين نسرح زبده يا ابني. انا بكلمك عن الشامبو الجديد. تقوم انت مركز فين؟ قشطه قشطة. في الكلام بتاعك يا بابا. شكرا يا قشطة، شكرا يا نسمة، عشان اعرفك. تعالى جنبي، تعالى جنبي، تعالى جنبي وركز معايا. تعالى جنبي. بص لا ولد يا ابني، مش دلوقتي، افرض حد دخل علينا يقول ايه؟ سعادة الباشا، ألف ألف مبروك. أهلا أهلا يا دكتور شعراوي. اهلا وسهلا. شعراوي ازاي يعني؟ بعمارة ايه؟ ما تبصش للشكل، بص للمضمون. اتفضل يا دكتور شعراوي. اهلا اهلا دكتور شعراوي. انا جبت الموافقه بتاعت وزاره الصحه وعامل الاختبارات وكله تمام. ما تاخرش. ماشي. قلت ايه حضرتك؟ انا جبت الموافقه بتاعت وزاره الصحه وعامل الاختبارات وكله تمام طبعا، يعني اكيد. مالك مخنوق عليا قوي كده ليه؟ في ايه يا دكتور شعراوي؟ على فكره انا قررت ان انا اطلع انا ودبور ابني في المؤتمر الصحفي، هقدمه على انه ابني ومدير عام الشركه من بعدي. لا برافو، فكره كويس. او يجي معانا وينبسط برضه ويفرفش كده ويخدمنا بشعر في الدعايه. يطلع مع مين؟ مش معانا، هيطلع معايا وبس. نعم يا اخويا، بأمره ايه؟ ده انا جاي لك جاهز. ايه ده ايه ده؟ احترم نفسك شويه يا دكتور. يا دكتور ما تنساش ان انا جبتك اول ما اتخرجت، واشتغلنا سوا على فكره الهيري هير، واول ما وصلنا للتركيبه جريت جري على لطيفه بغدادي عشان تبيعني بمجرد انها عرضت عليك مبلغ اكبر، وانك هتسمي الشامبو شامبو شعراوي، مش كده؟ حضرتك بعد كده انا جيت لميت نفسي وجيت قعدت مع حضرتك. بلاش نضحك على بعض يا دكتور. أنا عرفت موضوع لطيفة بغدادي ده بنفسي، ما حدش قال لي، ومع ذلك ما رضيتش أقطع عيشك. فبلاش تظهر معانا، وبعدين ظهورك معانا بالبلاطة دي هيضرنا ويضر الشامبو ويضر الموقف كله، فقلت الدارة أحسن. الدارة الدارة.
فهمت. اوكي على اذنك. بالراحة وقلي. صباح الخير. اترقى اقعدوا. حد يفهمني ايه اللي بيحصل ده؟ يا لطيفة هانم اللي حصل ده خارج عن ايدينا. لما مدير التسويق في الشركة يبقى مش دريان بحاجة ونايم على ودانه ويقول لي ما حصلش حاجة يبقى احنا تيجي نقفلها؟ لا يا فندم نقفلها ازاي بس؟ يا فندم انا شايف ان حضرتك مكبره الموضوع زياده عن اللزوم. يا فندم احنا نسبه مبيعاتنا في السوق هي هي. ما هي المصيبه ان هي هي. دبور شرخ عننا بكتير. طب وايه يعني يا فندم؟ ايه المشكله يعني؟ المشكله ان في واحد كان شغال عند بابي الله يرحمه موظف حقير تافه، يبقى هو نمره واحد في السوق واحنا نمره اتنين. صحيح علمناهم الشحاته سبقونا على الودان البيبان. اخرس انا عايزك تركز معايا وتعقل تماما وانت واقف تتكلم في المؤتمر قدام الناس. مؤتمر ايه؟ انا مش موافق على فكره. مش موافق على ايه بالظبط؟ ايه شركه ومدير وشعر مش جوي ومش طموحاتي. امال ايه بقى؟ ان شاء الله طموح سعادتك. انا طول عمري بحلم بمشروع يغير مستقبل مصر للاحسن. يا سلام. سلسله مطاعم خد فطيرك. فطير مين انت يا ابني مجنون؟ هلا ده انت اخر واحد في عيلة دبور. بلاش دي، مين هيمسك الشركة من بعدي؟ انت بتتكلم جد؟ انت عاوز لا اوفر قوي ادائك ومش متصدق وواضح وارتكاشل يعني. يا راجل تتكلم جد؟ فعلا ما عندي غلطتك يا بابا. هارد لك، دي غلطتك من الاول. كنت تخلف بدل الولد ولدين، واحد صايع وواحد محترم، فيبقوا مع بعض يعملوا المعادلة. طب يا جامايكا ابويا شكله اتجنن. ليه يا ماو؟ ايه اللي حصل؟ عايز اشتغل يا سيدي. متخرج تشتغل ايه بقى ان شاء الله؟ حته مدير. مدير؟ انا مدير. الكره دي لو جت انا تاني هفسيالك. يا نهار اسود، يعني مدير وبدله والساعه 7 الصبح ومسؤوليه يا جامايكا، مسؤوليه. لا وايه؟ عايزني انا احلق شعري؟ لا لا لا، ابوك على فكره يا ماو نفسنا عليك. انا ابتديت اشك في الموضوع ده، يعني الراجل مخلف ولد وحيد وزي القمر زي القمر ويصمم يطلعه مدير ورع. يا عم الفرخه ايه؟ اصبر. حصلنا يا اخي، كنا بنقول ايه؟ جايبين في سيره ابوك. وانت قلت له ايه يا معبد؟ هقول له ايه يعني؟ طبعا قلت له لا، هو انا راجل مجنون؟ سو وات ويل يو دو مان؟ ها؟ سو وات ويل يو دو مان؟ ايه؟ سو وات ويل يو دو مان؟ ساعات يعني. بص انا مش فايق لك يا ميتاب دلوقتي. لو راجل وقف عندك وقف. بوسي ازاي بيعمل ايه؟ بلافي ميرسي شكرا. بوسي بوسي بوسي. راحت الجبنه. واو توم بي مالكش مزاج، يلا روح نام. اليوم والحمد لله أثبتنا أننا جديرين بالثقة التي أعطاها لنا المستهلك، وهذا طبعا لم يأتي من فراغ ولكن بالتعب والاجتهاد من جميع العاملين بالشركة. رد ولك إيه؟ عايز أعرف كل المعلومات عن الزفت الشامبو اللي بيعمله دبور. وأنا كل البيانات تبقى عندي بكره على مكتبي، فاهم؟ وإياك أي حد يعرف أي حاجة عن الموضوع ده. على رأي المثل، داري على شمعتك تبيض. نحن الآن من أمام شركة دبور،
وقد أتت إلينا تقارير تفيد بأن هيري هير المنتج الجديد للشركة قد تسبب في آثار مدمرة لكل من استخدمه، ومعنا الآن أحد المتضررين من هذا المنتج. إيه اللي حصل يا حجة؟ ابني غسل شعره بالشامبو هيري هير وبعدين شعره كله وقع في الحوض. أنا أعمل إيه بقى؟ يا خبر، وقت جالي فضاء. أنا هسيبك 5 دقايق مع ابنك، هما 5 دقايق مش أكتر. متشكر. ميرسي. شفت يا جبور، شفت اللي جرالي؟ أبوك اتضحك عليه. إزاي ده حصل؟ أعدائي يا ابني، أعدائي تربصولي لحد ما أهولي. تربصولك؟ ما تفكك بقى من جو مسرح الهناجر ده يا بابا، ما هي ألفاظك دي اللي جايبك ورا. تفتكر مين ليه مصلحة في كده؟ لطيفة بغدادي. أيوة، مفيش غيرها، أكيد هي اللي عملت كده. وتعمل كده ليه؟ أنا هقول لك يا ابني، أنت كبرت ومن حقك تعرف كل حاجة. من 30 سنة. يا نسا لطيفة، خليكي لطيفة وفهميني، احنا كل اللي بينا ان انا حتة موظف صغير بشتغل عندي والدك في الشركة. افهم من كده انك بترفض تجوز مني؟ لاني مش حاسس بيكي. ايه؟ هي دي الصراحة، انا كل شعوري ناحيتك لا يتعدى حدود الاخوة والصداقة. اذا كنت انتي بقى بتفكري في حاجة تانية، سوري، انسيني. بيكون دبور انت كده دلعت الملوخية في صدرك. يلا روح عنده. يلا امشي امشي، روح عند مامتك هناك. امشي هموت. طفي طفي. يعني هي عملت فيك كده عشان انت ما رضيتش ترافقها، قصدي تتجوزها، ولا عشان دوست الكلب بتاعها؟ مش عارف يا ابني، بس احتمال عشان الثلاثه. بس هي كانت تعز الكلاب قوي لانها كلبه سهرانه. دبور يا ابني، انا اذا كنت شديت عليك فده عشان خايف عليك من يوم زي ده، لكن امك دلعتك زياده عن اللزوم وادي النتيجه. نتيجه ايه؟ ده انت اللي محبوس مش انا. دبور يا ابني، خلي بالك من نفسك عشان خاطر ابوك. ما تخافش يا بابا، انت مش متخيل دبور الصغير ممكن يعمل ايه عشان خاطر عيون دبور الكبير. عارف يا ابني، وده عشمي فيك يا حبيبي. اللي محتاج وقفتك جنبه في المرحلة الجاية والدك يا دبور. والدي، اه يا والدي، قلبي على والدي انفطر وقلب والدي علي يا مادر فكر. ايه ده؟ لجنة تحت البيت؟ لو معاك مخدرات ارميها يا عم سريانوسي، وهات بريزولين، هات بريزولين. الرخص لو سمحت. هو باب دلتنا بقى اتجاه واحد؟ الرخص وبطاقتك يا ظريف، اخلص. اوكي سير. انت بقى البيه ابن صاحب الهلومة دي كلها؟ ده هي نفس. بتقول ايه؟ انا فعلا ابن صاحب الهلومة دي كلها. اؤمر. صدر قرار بتحافظ على ممتلكات والدك ومصادر جميع املاكه بما فيهم الفيلا دي والعربية اللي تركبها. وايه ده كمان؟ الراجل ده لابس كده ليه؟ شفت يا عم سيرانوسي اللي حصل؟ ترميت في الشارع يا ولده. تعال يا ابني بات عندي. ايه؟ انا ابات عندك انت في الحارة؟ كلاب بلدي ميتة وبلعات طبحة وشباشب زيكو. I got my homies، عندي اصحابي، مش هغلب، طير انت. خلاص براحتك. عم سريانوسي، انت هتروح ازاي باللبس سوبرمان ده؟ بقالي 20 سنة شغال عندكو، اول مرة تسألني السؤال ده. حسبي الله ونعم الوكيل. Thank you.
الو هاي جامايكا برو عامل ايه؟ حصلت لي ظروف من هنا ب60 ميلة وكنت عايز اقعد عندك كام يوم ينفع؟ والله يا ماما مش عارف اقول لك ايه. ما انت عارف احنا عيلة محافظة وعندي اخت بنت، يعني ما ينفعش راجل غريب يبات عندنا خلص ان يكون البوي فريند بتاعها. بقول لك ايه يا دبور، مفيش حاجة علينا. أميتا باي يو ار ماي اونلي فريند. عندي ظروف من هنا ب60 ميلة كنت عايز اقعد عندك كام يوم ينفع؟ This number is not a working number. Please check the number and try again later. خونة! ألو. أيوة يا مستر يانوسي، أنا فكرت كتير في العرض اللي قلت لي. ألو! ألو! مش وقت البطارية دي. تاكسي. اطلع لفين ان شاء الله؟ على بيت عم السريانوسي. وبيت عم السريانوسي ده جنب البيت بيتك يعني؟ لول هموت من الضحك. يطلع فين بيت عم السريانوسي ده يا كابتن؟ في حته بيئه كده انا عارفها بالشبع. شهيصني انت بسكتك وامشي. شهيصك؟ حاضر. شبح لي بالظبط. والله تقريبا هي هي المنطقة بس دي مهجورة خالص. يا سيدي يا نوسي بني آدم. أم الحاج بعد إذنك بس سيدي يا نوسي فين؟ يا ريس يو 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 سيدي يا نوسي أنت زعلان؟ زعلان؟ شكلك زعلان جدا وعندك حق والله. الاسعار بقت نار، كل حاجه غليت يا راجل. حبايه الكيوي بقت ب 15 جنيه. هنروح بعيد ليه؟ انا من اسبوع زي اي مواطن عادي يعني رحت اخد دي يوسف في فندق لا داعي لذكر اسمه، وانا ماشي بقول لهم عايز ازازه ميه صغيره معدنيه صغيره. بكام يا معلم؟ 30 جنيه. طول عمرنا بنشربها ب 20 جنيه وزي الفل. المفروض من اول يوم قالوا انها ب 21 جنيه كنا وقفنا وقلنا لا لا سناب ضرب الجزمه. انت قامت قوي، قامت وصامت، يعني قامت. معاك شاحن نوكيا رفاعي؟ سلام. شكلي داخل على ايام سودا. ايه ده؟ ايه؟ ايه في ايه؟ في ايه؟ ايه ايه ايه؟ ايه؟ يا وانسع حارة المسنين. بس الراجل ده اصغر من اللي فات، يبقى انا عرفت على سيدي نفسي. ايه؟ كارنفال على الجون ووكر ويكو كو 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 نظر. كابتن كابتن بيت عم السريانوسي فين؟ مش هو فعلا راجل عجوز بس كمان بيلبس ملابس غريبه وهو مروح بالليل. ما شفتوش؟ امشي. انا اسف جيت لك وقت غير مناسب. هو الناس كلها بايظه عينها ولا ايه؟ شفت يا كابتن؟ قال امي تعمل كده هو في يعني اول ما تكسب فلوس في مسابقه تروح تتجوز ومش عيلي يعني ده من دور عيالها. يا ابن اللذينة وانا اقول شفتها فين الست دي قبل كده؟ هي مامتك مش هي دي اللي كسبت فلوس كتير فحت؟ اديك قلت اهو. انت عارف لو كان ابويا عايش لغايه اللحظه دي كانش وافق على العريس ده خالص. ده اسود. ده ايه السبهلله دي؟ خلاص بقى خلاص كل حي يعمل ما سبهلله. ما اصلي خلاص كلو شاب افق. بقول لك وانا افق؟ قوي قوي. ومين ده اللي افق؟ سوري لا ريلي سوري سوري. ده كلوش صغير المنطقه. يا منتا ما جابتش صغار غيري. هدي اعضائك هدي اعضائك يا كلوشة هدي اعضائك يا راجل. انت اللي مصغر نفسك. هسيبني سيبني سيبني. هدي نفسك هدي نفسك. في راجل محترم يسيب مامته تتجوز عيل من دون عيالها واسود ويقعد يولول زي النسوان ده؟ انت ما عندكش دم يا اخي ولا نخوة بصراحة. فوق على دي رجالة
عندك حق يا كابتن. راجل عايز تبقى مدير المنطقة؟ نفسي. وماله يا حبيبي هتبقى، بس بالجد والاجتهاد. تقوم تاخد موقف. تقوم تهد الفرح على دماغهم ودماغ اللي جابوهم. تعرفهم مين هو كانوش؟ يا نهار اسود! النعمة الشريفة اللي لازم معديها على خير. انت بتدور على ايه؟ الفرح فين؟ يا ابن المجنونة! أطفال أبرياء. قول لي يا حبيبي، بيت عم السريانوسي فين يا ابني؟ ابنك في مدك يوم. ما تحترم نفسك، بيت السريانوسي فين؟ عند السباح اللي مدك. ايه؟ ألعب ضغط. تلعب ضغط؟ بطل يا انت، هو عيب. انت اللي متربي اللي فيهم، لا سيس. حضرتك عم بتسأل عند بيت سريانوسي؟ بيت سريانوسي فين؟ حضرتك هتمشي على طول وتخش يمين بعد كده شمال هتلاقي عند البرباق اللي هناك. عند ايه؟ عند سيس. حلاولك؟ لا لا، انا مش عارف صحابي بعوني بسهولة كده ازاي. احنا كنا عشرة، كنا دايسين سوشي مع بعض، امينو اسيدز مع بعض، جوينت ايت مع بعض. احنا كنا شئس يا عم سريانوسي، شئس. طيب اهدى اهدى بس، انا عارف ان دول اصحاب فالص ومش جدعان. اقوم اوضب لك اوضتي عشان تنام فيها. ايه ده؟ انت اتجننت؟ انا انام في اوضتك انت بزعبوتك ده؟ انا انام هنا انما في الحته اللي استنضفها وتيجي على مزاجي. طيب استنى لما اجيب لك فرشه تنام عليها. فرشه بلدي قوي. كراكيب. ورد بلاستيك وفولكلور. واو، منظر طبيعي خلاب. وكان متضايق قوي اني ملبسه زورو. ويندوز في بيت سريانوسي. ايوه يا بنت يا صح. انا لسه عامله له ستارت اب. بقول لك صحيح، انا اقنعت البنت شيماء تاخد كورس الانجليزي معانا، اصل الانجليزي بتاعها فيه تكايه بلدي كده. بالمناسبه عملت الهوم ورك اللي اديته لنا المس، انا كتبته وبعته لك على الايميل. لا التاني اللي هو سكسي سوسو ات هوت ميل. سكسي سوسو ات هوت ميل، البنت دي انا شقطتها من النت قبل كده. اسم الفندر اسمه I will prepare my papers to be the best in this world. All English all the time. انت مين؟ انا نسيت انا مين. بعد الانجليزي الزباله ده نسيت انا مين يا هانم. الفرق بين البي والبي زي الفرق بين التي والاس. ايه في ايه يا ارواح يا بنتي؟ ارواح سلام وقولا من رب رحيم. انا قلت كده برضو، ده مش ممكن يكون انجليزي بني ادمين. مين الواد الكنيش ده يا بابا؟ ده اتش دبور. هو انت بقى اللي كنت بتلبس بابا لبس سبايدر مان؟ سبايدر هو كان شكله قلش قوي في الطقم ده، بس تعرفي طقم النينجا تيرتلز كان عليه بيوتيفول. ده انت البعيد ما عندكش دم. بنت اوعى تكلميني بالطريقه دي تاني، انا ابن ناس قوي. امشي اطلعي بره. اطلع بره منين يالا؟ دي اوضتي. اهدوا اهدوا بس يا اولاد. تعالي تعالي يا ارواح يا بنتي وانا فاهمك. واحده عامله لي قصه الخرتيت والتاني لابس لي زحبوط. عيب يا بنتي، ده ضيف عندنا. عيب ايه يا بابا؟ ده كان بيهزقك. ما قلت لك عيب يا ارواح. الله، ده ظروفه صعبة، مش لاقي حتة يبات فيها. يبات؟ يا ماما ما ينفعش ده كمان. بنت كيوت قوي بنتك أرواح دي. هي دي الفرشة؟ أنا هتجنن يا عم سريانوسي، هولع، مش طايق نفسي. إيه؟ إيه ده يا كلوشة يا ابني، مش كده، ما تعملش في نفسك كده. أمك ست محترمة يا كلوشة وما عملتش حاجة غلط، دي اتجوزت على سنة الله ورسوله. مش ده المشكل خالص يا عم سريانوسي، مش ده. أنا اللي مضايقني بقى لي أسبوع الواد اللي قابلته امبارح ده، قعدت لوك 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 معاه بالكلام، وأنت عارف إن كل أسراري وفضايحي معاك أنت يا عم سريانوسي. ودني هو اللي سخنني على أمي في ليلة دخلتها وخلاني أدخل أغز العريس،
وديني وديني لو شفته لا تباحه. ما كفايه القضيه الاخرانيه يا كلوشه دي بقى كانت ظلمه. ايوه هم اللي قالوا لي خد يا كلوشه شنطه البضاعه دي وهتطلع بيها على ميدان التحرير وهتسلمها لواحد لابس ابيض فابيض وهيسلمك الفلوس. طيب لابس ابيض فابيض ما شفتش على كتافه نجوم؟ ما شفتش في جنبه طبنجه؟ ما تفكرنيش بقى عم سيرانوسي وتقلب عليا المواجع. احنا دلوقتي في الواد بتاع امبارح ده اموت وافتكر حاجه واحده مميزه فيه. ايوان شعره كان قصير. نايس طلع غبي. شت صباح الزعبيط. صباح النور يا ابني. مين ده يا عم سريانوسي؟ انا واحد غير اللي سخنك على منطقة امبارح. ده دبور ابن دبور بيه كبير اللي انا حكيت لك عنه. قلبي معاك يا باشمهندس. طب فحط والله انا اتضايقت لما شفت حكايه ابوك في التلفزيون. الراجل شكله طيب. قال لك طب وده اسمه كلام برضك يا عم سريانوسي؟ يعني تبيت الراجل ابن الناس الطيبين كده وانا موجود؟ والله لا انت بيت عندي. لا مفيش داعي، انا نفسي راجل متواضع وبحب ابات مع السواقين بتوعي. يا راجل عيب يا راجل. قال له وانا ما شفتكش في حته قبل كده. عندك اكاونت على الفيسبوك؟ لا انا وحيد، بس انا حاسس اني شفتك قبل كده. خلاص المهم انت من النهارده ضيفي. خلاص كلوشه قال ودبور مش حابب، بس يبقى اتفقنا عم سريانوسي الراجل ده من النهارده ضيفي، عشان برضك يعني ما يصحش يبقى في راجل غريب في البيت وعندك بنت. يعني افرض يعني كتف بان، ظهر بان، رجل بان. خلاص قول له يا كلوشه والله فيك الخير. طب تمام كده بقى، انت من النهارده ضيفي ومات الكلام، نهاركم بيضحك. يلا يا بابا بسم الله. يلا تعالى يا دبور يا ابني عشان تفطر. يامي I'm very hungry cuz I'm ايه ده؟ بطاطس مقليه، جبنه مقليه، بتنجان مقلي، بيض مقلي، فول بالسمنه. ايه الزليطه دي؟ انا ما عنديش استعداد يجي لي تصلب شرايين في السن ده، ده غير اني ما بحبش اربي جنان. ممكن اخد كورن فليكس with skimmed milk مش فول كريم، واخد مع سلايس واحد ستروبري. والله هو ده اللي موجود عندنا، لو مش عاجبك ممكن ترجع فيلتك تاني. فيلتك؟ هي جابت كده؟ سريانوسي انا مش هاكل الكلام الفاضي ده، اتصرف. اتصرف اتصرف دي. وانتي بقى يا بطه ما بتعرفيش تعملي حاجه لوحدك ولا ايه؟ بطه خلاص خلاص يا ارواح انا هتصرف. انا بطه يا عم سريانوسي؟ لا يا حبيبي هي اللي بطه. هو 60 بطه ولما بقى اللي بيقول بطه ده بتلف تلف وتلزق فيه. تعالى يا حبيبي تعالى انا هاكلك. وانتي يا ارواح سايبه البيت من غير ستروبري؟ سريانوسي سجاري خلصت، معكش سجاير؟ ايه ده سجاير لوكال سوبر؟ هي مالها طويل قوي كده ليه؟ ها هتفطرني فين؟ كول انت هتفطرني سوشي. لا فول. انت ليه مصمم تقفلني منك؟ مين دول؟ ده بينجو بونج. بونج بيدرس في الازهر وبينج مراته عملوا العربيه دي بيبيعوا فول صيني. انما ايه زي العسل. فول صيني ما هو في النهايه فول برضو. انت ايه اللي جابك هنا دبور؟ ايه السؤال الغريب ده؟ يعني ايه اللي جابني؟ احنا اللي بينا كتير قوي، دي عشرة عمر يا دبور. بقول لك ايه، اذا كنت جايه هنا عشان تشمتي فيها وتسمعيني كلمتين ما لهمش لازمه تبقي غلطانه يا انسه. بالمناسبه انت لسه انسه ولا ربنا كرمك؟ يبقى لسه. عموما اطمني انا هخرج من هنا على رجليا واجمد من الاول كمان وهتشوفي. استنى يا دبور، انت ليه مش قادر تحس بيا؟ حتى لو انت مقتنع ان انا اللي عملت فيك كده، لكن انا لسه بحبك يا دبور.
بص يا دبور، تعالى نبتدي صفحة جديدة، وأنا مستعدة أستناك لحد ما تخلص من مدة العقوبة. يعني بدل ما تقولي أنا جاي علشان أقولك إني غلطانة وهطلعك من هنا، تقولي أنا هستناك لما تخلص مدة العقوبة. لا، والأبجح من ده كله والأنقح، عاوز أنا أخلص مدة العقوبة وأطلع أتجوزك بأنهي نفس. ده أنا هتمنى إن القاضي يهفلي تأبيدة أو إعدام. دوبي دوبي، المية لازم ترجع لمواسرها. مواسرها؟ اسمها المية ترجع لمجاريها. بس اطمني، عمر المية دي ما هترجع للمجاري دي. يا شاويش، تعال يا ابني ابعدني عن المجاري دي. اوكي دبور، اوكي، مادام ده قرارك الاخير ما تزعلش بقى من اللي جاي. عجبك ده الشاينيز فول ده طلع جامد فش تحت. مش قلت لك ايه؟ ايه يا عم السيروس السيجاره اللي مديها لي دي؟ ساعه بشرب فيها ما بتخلصش. ما هو دايما يا ابني السوبر تتنح كده. ناوي تعمل ايه في موضوع ابوك يا دبور يا ابني؟ والله ما عارف يا عم سريانوسي، المفروض اجيب محامي بس مش عارف اجيب اتعبه منين. ارواح بنتي مش ممكن تاخد منك حاجه وانت في الظروف دي. ارواح دلوقتي والدك بيقول ان ورقه سليم، ومن الناحيه الثانيه انت بتقول ان النيابه لما طلعت على اوراق ما لقتش اي شهاده من وزاره الصحه تثبت موافقتهم على تركيبه الشامبو. اسمه شامبو بالبي. قول ورايا بي بي بو 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 بو. الغريب كمان ان النيابه لما سالت على اصل شهاداتي في وزاره الصحه ما لقوش حاجه برضه. فده معناه حاجه من الاثنين، يا ابوك بيكذب يا الست دي واصله قوي. يبقى احتمال كبير يكون بابا هو اللي بيكذب، ما هو اصله صايع اخر حاجه. لا ده انت سجاره اوفر خالص. ما تضحكش عليك، الموضوع صعب قوي، بس ان شاء الله ما فيش حاجه مستحيله. وبالنسبه للاتعاب مش عايزاك تشيل همها خالص. انا بابا كان اداني فكره عن ظروفك المنيله بنيله. والله بابا ده اللي هو حتة سواق عندي؟ نعم. لا دي بطني. استاذ ابور انا جات لي فكرة ممكن توصلنا لحاجة. فكرة ايه؟ لا دي بطني بجد. في ايه؟ مغص. من ايه؟ من الشاينيز زفت. انا لو هقعد اشرح لك هغرق لك المكتب اللي فيه. الحمام من ايه؟ اهو في الوش. اثبت اثبت اثبت. راح فين؟ هو فين؟ بتعملوها فين يا كفار؟ ايه ده؟ انسى روح الحقي، في حد سرق الكابينيه بتاعكو؟ لا 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 هو كده بيوتيفول. هو كده ازاي؟ هو كده ازاي؟ ولما هو كده ايه اللي خلى الشطاف هنا؟ تصميمه غريب، دي غسالة. طب عملها جواها احسن؟ لا ممكن يكتشفوها. ايه في ايه؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ ايه ده؟ اوش احسن من مفيش. استنى اوعي. استنى استنى يا دكتور، الكرسي ده اوش اطليان رجله مكسورة. انت ضحكه كمان وهطلعك بعاجه في العرض. خلاص خلاص سوري. لبس اللي طلعت في الحمام لو ما نضفش ولعي فيه. ماشي يا عسل، بس يلا بقى عشان نلحق الست. انا مش عارف ازاي عايز اروح للست اللي سجنت ابويا برجليا. يا ابني صدقني ده ممكن يكون حل، مش جايز نوقعها في الكلام ونبقى مسكنا بدايه خيط. والله وجهه نظر. خير، اي خدمه ممكن اقدمها لكم؟ لطيفه هانم، احنا جايين نقول لحضرتك كلمه ورد غطا. احنا عارفين ان انت اللي ورا مشكله دبور. دبور؟ اوعي تقولي كده، دبور ده حياتي، ده عشت عمري. انا لسه كنت عنده دلوقتي حالا عشان اطمن عليه، بس حرام يا دبوري يا دوبي دوبي، حالته تصعب على الكافر، متوسخ وريحته وحشه ومتبهدل. كل ما بفتكر الريحه ببقى عايزه ارجع. احضر بنفسك، ابويا راجل محترم قوي وبيستحمى، وانت عارفه كويس قوي انه في السجن بسببك. فلافي بسببي انا ليه؟ هو انا اللي قلت له يغش في المنتج اللي هو منزله؟ وبعدين معروفه يعني ان الغش ملوش رجلين اصلا. وبعدين جاي للمكتب ومتشملل قوي وسحب لي صاحبتك في ايدك، عايزين ايه؟ نمره واحد ده مش صاحبي، انا ما بصحبش. انت بتقولي اساسا انا اهزر. نمره اتنين انا جايه هنا بصفتي موكله دبور. استاذ دبور بالنسبه لك. شش. انا اسف. اتفضل.
جاي اعرض عليكي ان احنا نحل المواضيع بشكل ودي بدل ما تدخلي نفسك في مشاكل ما انتيش قدها. خلصت كي جي وان جي ولا لسه؟ بصي بابا انا حولك على اقتراح لطيف قوي، انت تنزلي الصيدليه اللي جنب المكتب تشتري كل العبوات بتاعه الشامبو اللي انا انتجته وتاخدي كابتن شطه في ايدك. شطه كل اللي شعري هتقلي ادبك في الهزار. ركز في البدله الزباله اللي انا لابسها دي بتاعت ابوها اساسا. اوعى اوعى، انا ابويا قال لي على كل حاجه، قال لي انك مسوده ومنفسنا منه عشان رفض يتجوزك زمان وحلق لك. ايه اللي بتقوله؟ ايه يا حيوان؟ امشوا بره وبره وقلت اعمل لكم الامن. انت بتقول لي ايه؟ اطلع كلبك يا ابني. رفيق انا ابن ناس جدا. اوعى ايدك يا حيوان، محدش يلمسنا. ادم، ما طبعا شكلنا مش ولاد ناس بالبدله الزباله دي، شكلنا مش ولاد ناس. لا ما هو مش عشان ما عندكش كينديكا وهرمونات تتنططوا على الناس. ما كانش لازم تقولها خالص الكلمتين اللي انت قلتهم دول، اديك وصلنا كل اللي احنا كنا مخططين. اعمل ايه؟ اول ما جابت سيره شعري ما عرفتش امسك نفسي. يلا معلش حصل خير، بس بجد يا دبور ثانكس انك دفعت عني. اسمها ثانكس بالثه عشان تفهميها، بعدين ما عملتش حاجه يعني الموضوع جه كده. طب انا هطلع بقى عشان اتاخرت، انت هتعمل ايه؟ انا ناوي استنى هنا شويه اعيش حياه الحاره المصريه البسيطه، أعيش جوه حياة الناس الشعبيين الغلابة اللي بزعبيط، ألمس حياة المواطن الغلبان، أكل أكلهم وأشرب شربهم وأحط جلهم وأزط. إيه ده؟ بينما هو جالس في ظلمات الليل البهيم بين أفلامه المسروقة والمنهوبة ودموعه ما زالت على خديه دافئة ساخنة، شعر بلسعة برد أعادت له الحنين، وفجأة يدخل عليه قنفذ كبير بيوتيفول، القنفذ مقاطعا بيوتيفول. بتكتب ايه يا عم انت؟ احترس احترس من الخط. الفيلم ده أنا كتبته سنة 1967 وكان عادة اتلطش مني، اتنسل مني. أنا كنت بسميه خلي بالك من القط، أخدوا الفيلم قلبوا الاسم، القط بقى خط. طب أنا حقط. استنى، ما قلتلكش تمشي. أنا شفتك في حاجة قبل كده. آه أنا شفتك الصبح في الحارة رايح جاي رايح جاي. انت مين بالظبط؟ خايف الولد ده يفضل ينخور ورانا لحد ما يلاقي حاجه. لا ولا يهمك، دبور ده وضع عبيط ما عرفش معانا اي حاجه. يلا يلا حبيب ماما جو، اتعشى وتنام على طول وما تهرش في راسك. انا برضو مش مطمنه يا شعراوي، انت لازم تختفي شويه لحد ما نجهز لك مكان تحضر فيه الشامبو، وبقترح ان المكان ده يبقى في فيلتي. فيلتك؟ مش معنى فيلتك يعني؟ يعني شايفه ان فيلتي امان، وبعدين لازم تبقى قريب مني وتحت عيني، لان الولد ده لو حس ان في بينا حاجه ممكن يعمل لنا قلق. بس انا عايز اشكر حضرتك جدا على اللي انت بتعمليه معايا يا مدام لطيفه. مادموزيل. اوه يا معقوله؟ مش باين عليا؟ ده باين جدا، ده انا بس اللي مش قادر اتخيل ان الجمال ده مش لاقي حد يقدره. يا لطيفة جدا.
شروي انت قصتك دي يا دبوه فكرتني بالفيلم الهندي اللي كتبته من 3 سنين واتفتش مني كما العادة. الفيلم ده كان اسمه انا والفيل والدرفيل. حصل بينهم صراع كونفليكت. في نهاية نهاية الفيلم الفيل بياكل الدرفيل وانا خلع. ما لازم يخلع ام الفيل على الدرفيل. لو تاخد بالك يا صاحبي هتلاقي ان القصه دي شبيهه تماما بقصتك مع والدك. عم انا جسمي اشعر وانت بتحكي لي، كنت هعيط. علي النعمه انت راجل بابا. راجل عصامي نظامي مكافح. نفسه طوبه فطوبه 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 لحد ما جه اللي هد على دماغه كل الطوب دوت. مين بقى اللي هد على دماغه ومصيره ايه؟ ده في الفيلم اللي هكتبه الاسبوع الجاي وهحكي لك عليه دلوقتي. الواد لما حصله زيك ونزل الحاره وقابلني وامي. الواد اللي في الفيلم البطل. انت البطل. ممكن حضرتك يعني وحياه والدك تلخص؟ يبقى هنعمل زي الفيلم اليوناني بتاع انتوني كوين وإغنا باباس. زومبا زومبا اليوناني. بس انا يا اخي متاكد اني شفتك في حته قبل كده. اكيد بتهيألك يخلق بشبه 44 او سمثينج. ما كملتليش حكايه عم صفوت. اقول لك يا سيدي، الناس بقى بعد الوصله والدش والكلام ده يعني بطلت تاجر افلام فيديو من عنده، فعاش بقى هو مع نفسه. بس ده عبقري. عبقري ايه يا عم؟ ده راجل مصرصر عشوائيات. ولا اللي كنت بقول على ميدان الجيزه بيئه، ده بيتك؟ واخده تخليص حق 400 كيا. وطبعا ما عندكش انترنت وايرلس هنا. يا عمي ما حدش بينام من غير عشاء. الحمد لله يا بابا، قلت لك ربنا هيكرمك ان شاء الله وتلاقي شغلانه. ده فضل ربنا علينا يا بنتي. بقولك ايه، ما تاخد الواد دبور يشتغل معاك او يطلع له بقرشين يسندوه. انت اتجننتي؟ دبور ايه اللي يشتغل الشغلانه دي؟ طب جرب بس كده واعرض عليه. بالمناسبه هو فين؟ بيت عند كالوشة. يا خوفي للواد كالوشة هيعمل في حاجه. الله الله يا عبد الله. معلش بقى دبور يا اخويا، حاجه على قد ما اسم. اسم ده انت طلعت عفريت. انت ضيفي تحب تبدا بايه؟ انا رايي رايي نمشيها كوكتيلات. ازاي يعني؟ حبايه من هنا على بق من هنا على لطه من هنا. طب خد بقى يا معلم اشعل ده. واو ده بوب مبالغ فيه؟ لا ده 6 شكمان. ده احنا هنزروط الجين والله يا بيدي. اشعل اشعل. وشك قافش يا عم. انا مش قافش. انا عارف لما واحد يبقى مش عايز يقول انه قافش هو قافش. يا سيدي انا مش قافش يا عم. كالوشة
دبور. دبور. مش عفر. مش عفر. صليبة. قوم عايزك في موضوع يا دبور يا ابني. دبور مين؟ تعال نتكلم بره. تعال لقيت شغلانه ومحتاجك معايا وبالمره تطلع على قرشين. قرشين الحمد. قرشين هو انا للدرجه دي شكلي بقى متسول؟ الواد ده سايق حاجة. عيب عليك يا عم السريانوسي، ده أنا شهيصته. نعم. ما تاخدش بالك أنا دايس. إيه شغلانة؟ يا ناس يا لوكال يا شعبيين، فككم من الميكروباصات التانيين. وكم بدي كم بدي كم كم سبعة ورا واللي مش عاجبه ينزل يا ولود. إيه اللي بتقوله ده يا ابني؟ انا مش عارف، انا لقيت كل السواقين هنا بيقفشوا على زباينهم كده. لا انت تندي على المنطقه اللي احنا رايحينها. طب اسمها ايه المنطقه اللي احنا رايحينها؟ المبيض. شفت ازاي يا سيدي؟ اسمها ايه بجد المنطقه؟ مبيضه. سوري يا جماعه. مبيضه مبيضه. لم الأجرة يا دبور. بيوتيفول. خد من الناس فلوس. بس يا عم سرعنوسي بستيجي اسكت. ايه ده؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ عيب، احنا في ميكروباص محترم. اتفضل. واو. ثانية واحدة، ثانية واحدة. ارجع بس تطريق ايدك لحكيتك الحلوة. يس. جروب على الفيسبوك اسمه ياما في الجراب يحاول. ثانية واحدة، ثانية. معلش انا تعبتك انا عارف، بس ما حدش ضامن هو ده منين. هاتي هاتي. ديسكاستي. خد يا عم سريانوس ده من فلوسك اللي انت هتقبضها. ما انت خد بقى البطة دي. بطة ايه وقرف ايه؟ انت تعديتي كل حدودك ببطك بوزك بدهاليزك. ده ليه يا وليلة ايه؟ طب ليه الصبح عمال تتكلم كلام مش فاهمينه؟ في ايه مالك؟ ما تلاقيش يا لوسي، انت بتتهجم عليا. لا ريلي عضلة السمانة يا كفار. الا قول لي يا عم سريانوسي، مبسوط مني في شغلانة الكوبايلوت دي؟ تباع. اسمها تباع. فين بقيت الاجر؟ ما هي قدامك اهي. ده 2 جنيه ونص. انت يا راجل انت مش بعتني في البريك اجيب لي واجيب لك اكل؟ جبت لي رغيف طعميه وجبت لنفسك ثلاثه، كل ده ما يكملش 5 جنيه. انت تاكل طعميه؟ انا جبت لنفسي بيتزا هات ستافت كراست ميديوم سايز وعليها سلايس هديه. عاجبك كده يا ارواح يا بنتي؟ مش ده اللي قلت له انه يشتغل معايا؟ اهدى بس يا بابا، انا هتصرف. يا فرحتي بيك يا كوبايلوت. تباع تباع يا عم سريانوسي، خليك شعبي مال. هو ماله قفش فجأة؟ هو انت مفيش اي حاجة تنفع فيها ابدا؟ احب احييكي على فكرة الشغل دي، بالرغم ان اليوم كان مش كول خالص ببطه بقرفه بسلطاته، الا انه كان اجمل احساس في الكون. وانا بقبض اول جنيه من تعبي. والله ده جنيه لو جمعتيه بسوليتير. طب ما دام عاجباك فكره الشغل دي انا هقف جنبك واساعدك. كول.
لا ايه رايك؟ في ايه؟ أرواح، بمناسبة إن في قمر ونسمع ليلى وشجر وورد جميل وراجل بيستحمى ملط في النيل، كنت عايز اسالك سؤال، انت عمرك ما صاحبتي؟ بتحترم نفسك يا ابني، وانت شايفني ايه قدام؟ وانا قلت لك عمرك ما اتجوزتي عرفي؟ انا قصدي يعني عمرك ما عملتي علاقه شريفه مع طرف تاني؟ صراحه بصراحه؟ اه بصراحه بصراحه. وانا في المدرسه كان في واحده صاحبتي. استغفر الله العظيم، واحده صاحبتك؟ انت مجنون يا ابني؟ هو انا سالت حاجه؟ سوري كملي. المهم صاحبتي دي كانت بتحب واد حلوه كده مدي على مصطفى قمر، كان بيجي لها عند المدرسه هو واد ابيضاني كده مدي على اقوام، كانوا بيجوا بحته دي المكنه. ولما هم معاهم مكنه عايزين منك ومن صاحبتك ايه؟ مكنه يعني موتوسيكل يا دبور ولم نفسك. سوري سوري. المهم الواد الابيضاني ده ايه اللي مدي على مصطفى قمر؟ لا اللي مدي على اقوام. وعرفت. المهم راح كلم ابويا عشان يخطبني، بس انا قلت لا لا يمكن انا اتخطب بالطريقه البلدي دي. الله الله، ده على اساس انك ناوي تتخطبي ال 50 سنت؟ ليه؟ ما شبهش يعني ولا ما شبهش؟ ما هي مشكلتك انك تشبهي. حوش حوش الواد، وانت بقى ان شاء الله فاكر نفسك هتاخد واحده عامله ازاي؟ سكسي ستايلش عندها تاتوز في بعض المناطق، ده غير انه اتليست يكون عندها 2 اكونت على الفيسبوك. هو تافه وهايف وفرفور. انا؟ لا الواد المدي على اقوان. بحسب. هو فين؟ انت هنا؟ صبيت يا كازوزة. شكرا يا مصفت، تعال عايزك في مصلحة. نسوان؟ ايه ايه شديد راح فين؟ انا خلاص عرفت، انا شفتك فين قبل كده. انا كنت عارف ان اليوم ده جاي جاي، اصل زنج ومنطق. اسمع انت ابو لبدة، دي شتيمة زي ابو ريالة ابو شخة. ابو لبدة ده كان اكبر بلطجي في المنطقة دي كلها. وطور نفسه واجتهد لغاية لما بقى عنده دولاب مخدرات. وسبحان الله الخالق الناطق انت يا دبوب. اه قشطة قشطة. كنا رايحين انا وهو علشان نقضي مصلحة يعني. ها بس انت عارف يعني ان المؤمن مصاب. الله يفتح عليك. المهم ابو لبدة اتمسك. اه انت عايز مني انا ايه بالظبط؟ انا على السلامة يا ابو لبدة. A7A حطير انا. اثبت اثبت. تعالى. مش عايز. معلم ابو العينين كبير الجيارة. المعلم حمديني كبير البطنية. المعلم حمديني كبير الكتكات. المعلم زرجينة كبير الحتية. المعلم صباحي كبير النصرية. المعلم أبو لبدة كبير البلالالالالية. أهلا يا رجالة. إيه يا عم الجو المريب ده؟ ما هي دي قعدة العرب. بس أنا مش شايف أي خليجة في الموضوع. بس أنت هربت إزاي من الحكومة يا معلم أبو لبدة؟ ده أنا سمعت إنك اتمسكت. دي ستوري مثيرة النين، كلها أوغاد والصوص ونجرز وبوليس. المعلم ابو لبدة لمؤاخذة يعني ما تفرقش معاه اي حكومة ولا اي بوليس. وبعدين احنا دلوقتي جايين علشان ناخد حصة زيادة للمعلم ابو لبدة، ربنا يفك سجنه. غبي غبي حافظ مش فاهم ليه؟ امال انا بجسد معاك شخصية مين؟ اه صح صح غبي، كان هيودينا في داهية. احنا تحت امرك يا معلم ابو لبدة، بس الزيادة اللي هتاخدها هتكون من نصيب المعلم صباحي. يعني يعني ايه يا معلم حنتير؟ انا المعلم صباحي وما يتخدش من نصيبي. ايه رايك يا معلم ابو لبدة؟ والله ومين ابو لبدة ده علشان تسأله يا معلم حنتيري؟ ده حتى جديد علينا. المعلم ابو لبدة بقاله وزن في السوق، افهمه بقى. ابو لبدة ده على نفسه
ما يجيش على آخر الزمن حتى تعايل زي ده وياخد من نصيب. أنا ما اسمح لكش. خد دي. اثبت كلب. قلت يا معلم صباح اللي تشوفه يا معلم حنتيل جبارة. خد كلب يا ابن المجنون هتتمسك هجيبك هتروح فين؟ انا يالا انا تضربني بالقلم ليه؟ انت فاكر نفسك قلم شرطة؟ لا كان لازم يقتل مصلحة. مصلحة؟ بقولك ايه انت فلقت شوم على دماغي قلنا ماشي بنقضي المصلحة. ضربتني اول قلمين قلنا بنقضي الزفت المصلحة. لكن انا من تالت افترق دابوري افترق كفاية كفاية فتحة مضاوي كفاية. انت مش عملت مصلحتك؟ وجبت لك شاش وقطة لحسابي كتر خيرك. وزيتك سبادس عايز ايه تاني؟ مانجا هزيك مانجا هزيك يا حبيبي مانجا وماله وجيب لك مسكوت وتقعد تفكر مع سيرة الاعمال لطيفة والله شكلك كده جد؟ والله امير كده وزي البطة الطيبة ربنا يحفظك يا كتي 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 دابور دابور تعالى متهيئ لي بيكلموا عنك. سيدة الأعمال المعروفة لطيفة هنا، نحب نعرف تعليق حضرتك عن اللي حصل لشركة المنافسين في الفترة الأخيرة. والله أنا لا تعليق عندي على اللي حصل لشركة المنافسين، بس كل اللي أقدر أقوله إني بعتذر لجميع مستخدمي الشامبو في مصر وبقول لهم خلاص كل واحد أخذ مكانه الطبيعي. وعلى فكرة يا جماعة أنا قررت أشتري 65% من أسهم شركة دبور علشان يا حرام أنتشلهم من الضياع اللي هم فيه. وعلى رأي الحكماء من جد وجد ومن زرع بلح. وعلى صعيد آخر فقد انتقل دبور من قسم الشرطة إلى أحد المستشفيات إثر أزمة قلبية حادة وسط حراسة مشددة. كان عايز يمد ايده عليا ولقيته بقى واقف كده زي الباب وانت عارف اختك قصيره رحت طالعه له على الكنبه مهطول بعرضه على الفاضي بلا خيبه. بعدين هكلمك بعدين. بعد اذنك دكتور عبد الرب موجود جوه في اوضه العمليات. طب قدامه كتير لو مستعجل يا اخويا خش له وش كده. هو انت غريب سو كيوت ويلكم. ده ايه السبقلله دي؟ استنى انا هدخل معاك. بنت ما عندناش بنات يخشوا على عيانين غربة. افرضي بيعمل عملية البواسير. دكتور عبد الرب. استاذ دكتور عبد الرب اتفضل. كده كويس قوي. افتح لي بقى تحت الكيمياء وجرب. انا بقترح يا دكتور ان احنا نطلع كل اللي في البطن وبعدين نقلبه على ظهره مره واحده. ما تعمل عمليه بداله احسن يعني استاذ وبعلمك 17 مؤتمر هيضيعهم هذا. انا مش فاهم الدكاتره دي بيجيبوها منين. ما تغير رئيسك بس يا راجل. طب اما تكح بس بحط ايدك على بقك عشان التلوث. ما تقوم تساعد تاخد بايده ونوبك ثواب. ثواب؟ هو دبور باشا صحته عامله ايه دلوقتي؟ يعني هتكون صحته عامله ايه؟ ما هو متلقح جوه في 607. الله مش هو ده الطحالة دكتور؟ لا 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 رجع ده تاني. ده البنكرياس يا سيب المنطقة دي خالص واطلع على الرقبة افتحها وبص. هي جابت رقبة. ابويا عدى عليكم صحتك كويسة؟ يعني هو لو صحتك كويسة هيجي يهبب ايه عندنا؟ بقولك ايه قفل يا ابني بقى قفل بقى انا اتعقدت وخلاص اتشقمت. كده تبقى الفتحة 45 غرزة. 45 غرزة؟ ما تمشوها اساسا احسن حتى تفتحوا تقفلوا في اي وقت. تصدق انها فكرة ظريفة جدا. بابا قفل كويس. ايوه اوعى. حاضر. ده صوت موبايل انا بقى ده بص عليه كده هتلاقيه جنب الرئة. شفت الولية الكلبة السعرانة عملت في ابوك ايه؟ بس انا مش هسكت انا هوريها. هتوريها ازاي يا بابا؟ هتوريها ازاي في حالتك دي؟ anyway انا هروح للولية دي واعرفها مين هي عين الدبور وان اللي حصل معاهم بيلبس خمور. يا حبيبي يا ابني يا على قد ما انا فرحان بيك وبخوابيرك لكن انا حمنعك. عمو ايه في ايه؟ انا دي قلبها خفيف كده ليه كده؟ بابا شخصيه اوفر
انا اوبر قوي الفتى كان اوبر والله. نرجع لمرجعنا. اتفضل. قبل الافوار اللي حصلت دي كلها انت قلت لي همنعك ليه؟ عشان انت احمق. احمق ولابس احمق ومتهور، واي تصرف هتتصرفه هيأذيك انت مش هتأذي الولية. بس لطيفة زي حضرتك وحشتني قوي قوي. اه نلم بعدنا شويه. اهلا بيك في معملي. اه دي شهاده الموقع بتاعت الهير هير. طول ما الورقه دي معانا دبور رايح في داهيه رايح في داهيه. حلو قوي الورقه دي، لازم تستخبى في مكان امين. ها ايه الاخبار؟ تمام، انا شغال على منتج جديد احسن من الهير هير بكتير، هيكسر الدنيا، وزي ما اتفقنا هيبقى اسمه شعراوي طبعا. لا ما اسمه مش تجاري خالص. ليه حضرتك ما زي ما اتفقنا شعراوي الشعر الشعراوي الشعر الشعر. هزر لازم تنجزه بسرعه جدا، وطالما دبور غار من وشنا يبقى الطريق دلوقتي والسكه كلها فاضيه، وعلى راي المثل ان غاب القط العب يا حمار. اعتقد فار بقى هو اللي بيلعب المره دي. اخرس دبور، انت فعلا هتشيل ايدك من الموضوع زي ما ابوك قالك ولا هتعمل حاجه؟ لا طبعا لازم اعمل حاجه، مش ممكن اسيب الموضوع كده ابدا. بجد هو ده اللي كان نفسي اسمعه منك يا دبور. انا بجد براود 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 يعني. طب ما تقولي فخوره اسهل، حتى جايه من مفخره. ارواح سوري انا اسف اسف كنت عصبت عليكي، انا الدنيا داخله في بعض ومتعصب ومش عارف اعمل ايه ولا اتصرف ازاي. انا رايي ان انت لازم تفصل شويه بعد كده نرجع نفكر على رواق. طيب بموت انا في براد بيت ده. براد بيت؟ ارواح بصي يا حبيبتي، انا مؤخرا اكتشفت بعض التفاصيل الجميله في شخصيتك، ده غير اني ملطوط معاكوا شويه حلوين عشان خلاص افتقرت. بجد موضوع البي ده ممكن يقفلني منك نهائي. بصي قدامك، بصي قدامك ركزي. عاجبك قوي الفيلم كده؟ انا لازم اقابل عم صفوت حالا. اوشن سيليفن، الفيلم ده انا كتبته في منتصف ليله الصيف سنه 1991. الفيلم ده بتاعي يا بنيله. ابويا عندها مني وده عمال يستظرف. عارف انت كمان ممكن تجمع فريق من الناس اللي حواليك وتستخدمه كويس علشان تثبت براء البابا. لا يا راجل جبت البعيدة، ما انا من الصبح بتنيل بقولك كده. انا في فيلم كتبته اسمه الاحمق والورد والسافل. التلاتة اولاد كلب زبالة، ما فيش ولا واحد عدل. البطل في الفيلم ده كان ظروفه تكاد تكون او بالظبط زي ظروفك. السافل ولا الورد ولا الملطوط؟ السافل. الفرق ان هو كان بينقذ ابوه، انت هنا هتنقذ والدك. هنمشي على نفس الخط اللي مشي عليه البطل، انه يغائب من بعيد هو واصحابه الشرير علشان يعرف نقطة ضعفه. بغض النظر عن ضحكتك المريبة والخص اللي بين سنانك، الا اننا هنمشي على نفس الخط. خلاص يا دبور يخرب بيتك، خلاص بقى الناس مشيت خلاص. يا راجل ده انا عملت دماغ، مش ممكن من اول الطريق كل ما حد عدى الف الف. ايه يا ابني مش تموي عشان ما نتكشفش. ايه ده
الراجل ده انا عارفه كويس. الدكتور شهراوي ايه اللي جابه عند لطيف؟ مفيش الكروسات هنا ولا ايه؟ يا نسا مش محتاج احول الفرفشه الصبح كده ولا ايه؟ شايف البلطو؟ المبيضة يا اسطى؟ ايه ده انتوا فاتحه ولا ايه؟ يا رب الكهرباء تقطع. يا جماعة حد يكتم له بقه بدل ما يفضحنا. يا اخوانا ما تقلقوش، المكان ده انا اتخطفت فيه 4 مرات قبل كده، يعني لو عمل اللي ما حدش هيسمعه. ايه علاقتك بلطيفة البغدادي؟ تمام. طب والله يا جدعان لو قتلناها هيقروا يعترف. اذكى اخواتك عم صفوت، واضح ان مهمة في تل اديب مش واكل معاه. شوف لنا فيلم اشرس. للاسف الشديد انا هضطر استخدم اخر كارت معايا. دكتور شعراوي سامحني. داري برك انا هعلمك ازاي تكلمي خالد صفوان. فرج كالوشة. لا الا كده، انا دكتور محترم ابوس ايدك. انا هحكي لوحدي على كل حاجه. لطيفه اللي كلمتني وقالت لي غير تركيبه الهيري هير عشان تنزل باشا ابوك يا باشا. ايه اللي يثبت لنا الكلام ده؟ في شهاده من الوزاره انا اديتها لها، شهاده بتثبت مرفض الوزاره على التركيبه. وهي فين الشهاده دي؟ الشهاده دي اللي هينطقها دلوقتي. ما تهدى يا عم بقى، هي ناقصات الشهاده موجوده في الشركه. وانا اتنيل اخش الشركه دي ازاي؟ بكره الجمعه والشركه اجازه. خلاص نروح لهم السبت يكونوا فاتحين. غبي. اسم الراجل بتاع الامن، ولو حصل اي حاجه اتصل بيه على الموبايل. ما معيش رصيد. اوه اديله الموبايل بتاعك. معيش رصيد. انتوا بتهزروا؟ رايحين نقتحم مكانه مشحلين. طب ما تجيب انت الموبايل بتاعك. معيش رصيد. ايه بص لو حصل اي حاجه ابعت لي كلمني. شكرا. يلا بينا. معلش يا ابني انا هفهمك على كل حاجه. فهمني ايه بس؟ اصل ما انتش فاهم، الحته يا ابني مقطوعه والعجله الورانيه رفت مني. بص بص بتاع الامن عايز معنا. نمرة واحد ما تمسكش اي حاجة عشان بصمات. ماشي. نمرة اتنين ما طلعش صوت عالي علشان البصمات. صح صح. لا ده انت غبي. لا لا بلاش قرص يا دبور بقى، بلاش قرص بقى. نمرة تلاتة ايه مش فاكر دلوقتي، بس المهم عايزين نسيب المكان زي ما خدناها، ودي تنفع نمرة تلاتة برضو بالمناسبة. فاهم ولا لا؟ فاهم. انا اروح افتش هناك وانت تفتش هنا. ماشي. افتش على ايه؟ على الشهاده. فاكرها ولا لا يا حبيبي؟ بص انت يعني اعمل اي حاجه، ضيع العب ضغط، العب ضغط.张同志也不拿钱，张同志生气了吧？不是，让你老说老张，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 老
اللفه دي عيب مقصات. الله، حلوه قوي قوي الكلب ده يا دبور. ده متحمط؟ تعال تعال يا ابو، تعال يا حبيبي اقعد جنبي. تعال تعال، انا غلطان اني جبتك. تعال ايه ده؟ ولا دبور الكرسي ده بعجبي. يا ابن العبيطه. سليمه هي ما فيهاش حاجه. يبقى تلاقيها الطنبور. بص متأخذنيش يا ابني للضرورة أحكام. طبور كانوشة، طبور كانوشة. شعره وضحك علينا، ما لقيتش حاجة جوه. مش ده المهم، البوليس وصل. بوليس؟ وإيه اللي عمل دلوقتي؟ أنا هستنى هنا وأقول لهم إني لوحدي وأنتوا اهربوا. لازم تكمل يا طبور. سيريانوسي أنا مش ممكن أسيبك هنا. خدوا خدوا يا كانوشة. ايه يا جماعه انتوا لسه قاعدين تولولوا؟ يا جماعه يلا نمشي من هنا في عرض دين النبي. زمان لطيفه زفت دي بلغت علينا كلنا، وخمس دقايق بس وهنسمع احلى سرينه اتاري، وميكروفون بيقول المكان كله محاصر. سلم نفسك يا كالوشة. ايه ده يا كالوشة؟ انت عاوزين نعرف نفكر. نفكر مين يا قمر الدين؟ بصوا بقى يا جماعه انتوا شكلكم كده عايزين تتمسكوا. والله فكره ظريفه قوي، نتمسك كلنا سوا كده بربطه المعلم، وهو بالمره نشوف ابوكي وابوه، ونقضي اليوم من اول النهار في جنينه السجن. وكالوشة على الفسيخ والبيض الملون والملانه. انا كان مال انا. بصوا بقى انا مش طالب معايا خالص حبسه. ها سلام عليكم. انا اسف يا جماعه، انا سبب في كل المشاكل اللي انتوا فيها دي. انا انسان فاشل وما اقدرش اتحمل اي مسؤوليه. انا ماشي. ماشي؟ مش رايح فين بعد كل البهدله اللي اتبهدلناها عشانك؟ ماشي دلوقتي وابويا بايت في الحجز بسببك؟ صحيح وانت تفرق معاك؟ ما هو حيلا حته سواق عندي. امشي يا دبور امشي. طبور 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 استنى استنى، بقول لك استنى. ايه تاني يا عم صفوت؟ ما خلاص خربت، وديت نفسي في داهيه وخدت معايا ناس ما لهمش اي ذنب. استنى ايه تاني عشان افهم اني مش هينفع اتغير؟ الكلام اللي بتقوله ده يا دبور اكبر دليل على انك اتغيرت. انت لازم تقف وتقف لحد ما توصل للي انت عايزه ورجلك ثابته. بص انا ماليش في الكلام الكبير ده، من الاخر كده انا هروح اسلم نفسي واقول لهم انا سبب في كل اللي حصل عشان كل الناس دي تستريح. وتفتكر ان احنا هنبقى مستريحين لما تروح تعمل اللي في دماغك ده؟ ها؟ او حتى هنسيبك تعمله؟ انا عايز افهم حاجه، انتوا بتعملوا معايا كده ليه؟ عشان ما ينفعش نعمل غير كده. هي دي جدعنا، مش هنشوف واحد بيغرق قدامنا ونقف نتفرج عليه حتى لو دخلنا في مشاكل. عارف يا عم صفوت، انا طول عمري بسمع كلمه جدعنا في الافلام ومن ابويا، عمري ما عرفت معناها. بس لما جيت عشت وسطكم هنا ولقيت ناس واقفه جنبي وبتساعدني وبيحبوني من قلبهم وهم ولا عارفيني ولا عايزين مني اي حاجه، حسيت معنى جدعنا. فهمته كويس انك فهمت. انا دلوقتي بقول لك خليك جدع وتعالى. فكرت كويس قوي، لقيت انه فعلا مش هينفع امشي من غير السواق بتاعي. كوري 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 كوري.
مفيش اي حاجه ناقصه يا فندم؟ اطلاقي يا فندم مفيش اي حاجه، كله تمام. طب انت مش شاكه في اي حد يكون ورا الموضوع ده؟ ايوه انا متهيألي الراجل اخرس. لا يا فندم طبعا مش شاكه في اي حد، يعني هشك في مين؟ طب استاذن انا. اتفضل يا فندم. ما قلتليش ليه على ده اللي هو شبه المشروم ده؟ ده طلع عين ام، حرام عليك. طالما مش عينك يبقى مش مهم، انا مش عايزه شوشره، ده اللي انا فكرت فيه اول ما انت كلمتني في التليفون. وبعدين طالما الولد جه لحد هنا وما لقاش حاجه هيخاف يهو بينا تاني، فهمت؟ النبي عسل. برضو مش معنى ان رجعت تاني وحضنا بعض وعياطنا ونفينا وجو العيله الحلميه ده هنا موقفنا زي الفل، لا احنا ستيل موقفنا زي الزفت. اهدى بس يا دبور، احنا دلوقتي لازم نفكر في طريقه ازاي ندخل بيها على لطيفه. انا معاكي بس هي ايه الطريقه؟ طيب اخلع انا بقى يا جماعه، يعني جريالة وهي كل ما تتعكي تخلع. ماشي ماشي، بس انجزوا بقى يا جماعه علشان رايح امن على مصلحه مرتب لها من اسبوع. مصلحه؟ مصلحتي يا سيكازوزا واد صاحبي طباخ عم صفوت، بروح معاه يعني الحفلات الكبيره كده علشان ناكل ونشرب ونهيص. عنده بقى حفله تنكريه ليله راس السنه، الحفله دي عاملاها واحده ست مقتدره وغنيه وعندها شركات وهيصه، يعني هي اسمها مش غريب عليا يا دبور على فكره، اسمها خفيفه هانم لذيذه هانم، يعني هو يعني اسم فيه انبساط كده. ثانيه واحده ثانيه واحده، عشان انا شامم ريحه بلوى زرقاء على دماغه ودماغ اللي خلفوه. اسمها لطيفه مثلا؟ ايه ده انت تعرفها؟ يلا يا دي ابن يا حمار. انا حمار؟ يعني شديمة الاولانية مش فارقة معاك، واحمر الحلايبك انت حمار وغبي. ولا هتقل ادبك هسمعك الاه. تاني؟ اسمع بس. ايه انت عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ سبع ايام بتحضر الحفله يا كلب السجن. وانا فاضي بقى، فاضي بقى على قضيه ابوك وابوها ناس ما تدفون. خد دي، فاكر اللي سخنك على بنتك كان بخلطه وخرجت غوصه عاود غوص العريس؟ اموت واشوف. انا انا يا كلب السجن انا ده. وربنا ما انا سايبك، وربنا ما انا سايبك. يلا يا يوشا. وربنا ما انا سايبك يا يوشا. هجيبك هجيبك. ادخل. دبور بيه سريع نوسي، ايه جابك هنا؟ النصيب. ها يا جماعه عملتوا ايه في اللي اتفقنا عليه؟ كله تمام الحمد لله، اللهم اتمها بالحاجات الكويسه يا رب يا رب. دبور في حاجه فاتت علينا. يا ترى ايه؟ انت اول ما تدخل الحفله كل الناس هتعرفك في ثواني، انت لازم تحلق. احلق لابويا يا وطيه؟ انتوا اتجننتوا يا جماعه؟ انا لا يمكن احلق لابويا في موقف زي كده ابدا. لا احنا قصدنا تحلق شعر. لا ده انا احلق لابويا واحلق لامي واحلق لك واحلق لكم كلكم. لازم تحلق، لازم تشيل الشمسيه السوداء اللي على دماغك دي. انا كتبت فيلم كان اسمه ماذا حدث للدبه بعد سندوتش الدبه. البطل في الفيلم ده اللي هي الدبة كان لازم عشان تتخفى من الأعداء بتوعها لازم تتحول تتغير، كان لازم تتخفى. أنا أقول أبوك كتر على على الدبة على أفلامك يا مجنون. الفيلم ده بتاعك. اهدى يا دبور، اهدى يا دبور. دبور لازم تحلق عشان أبويا وأبوك، لازم تحلق عشان عم صف وكلوش، لازم تحلق عشان بينك، لازم تحلق عشان بون. صح لازم تحلق يا دبور، لازم تحلق علشان شعرك طويل. وين على ابوك؟ لازم تحلق عشان بيه. انت مش متخيل دبور صغير فين؟ ممكن يعمل ايه عشان احمق؟ دبور كبير. It's crazy in here. لازم تحلق عشان ابوك. لازم تحلق عشان ابوك. لازم تحلق عشان ابوك. لازم تحلق عشان ابوك. هسيبك من الحامل بتاعك شوية. بابا خربت حبيبي، وحشتني وحشتني قوي. وانت كمان وحشتني قوي. وحشتك ايه؟ ده انا ما كنتش هعرفك. دبور يا ابني اللي انت بتعمله ده خطر، لو حد شك انك محامي ممكن يتعمل لك قضية انتحال شخصية. ما بقتش فرق كتير، المهم انت عامل ايه هنا؟ تعبان
تعبان قوي يا دبور، انا مش هقدر اقعد هنا دقيقه زياده. انت ما تعرفش ايه اللي بيتعمل فيا جوه. عارف عارف. عم صفا اتفرجني على فيلم الكرنك. اطمن يا بابا، لو اللي في دماغي حصل مش هطول هنا كتير ان شاء الله. سيرينوسي قال لي على اللي بتعمله علشاني. يا انت اتغيرت قوي يا دبور. عارف يا ابني، حتى لو ما خرجتش من هنا هبقى مبسوط منك قوي، وقلبي هيفضل راضي عنك العمر كله. حبيبي بس اعمل حسابك، انا لو طلعتك من هنا ابقى انا اصيع. لا معلش، انا الاصيع. خلاص مش هطلعك. انت الاصيع. سافوني على اول الشارع نقعد فيها شويه. اخطفك على فكره. الحمد لله ما شفناش عم صفر. الحمد لله كنا هنروح في 60 داهيه. بس حلو قوي لبس شافلي شافلي ده عم صفر. سيبني انا منتمك. انت بقى يعني اللي متنكر. ها عامل ايه؟ عامل ابن ناس. بقولك يا صفوة، الواد ده بور اتأخر قوي، أنا قلقت عليه. كان بيسمع معايا دلوقتي أهو جاي هناك أهو. هببته ده دبور هتكشفنا. ده كان طار قديم. المهم ايه الاخبار؟ كله تمام. امال اروح فين؟ راح اتامن على بينجو بونج في المطبخ وزمانها جايه. ربنا يستر ربنا كانت فين المهلبية دي من زمان؟ بس ما بكسر. حد يكسر من هوجن؟ لا بجد شكي حد. بجيبي بوس بس. I like it. Sorry sorry. انكم لبيتوا دعوات وجيتوا لي زي حفل العام اللي فات. الحفل ده مليء بالمفاجآت. انا اصبحت اتحكم في نسبة 65 من شركة دبور العين، وكل سنة وانتوا طيبين. ودلوقتي هنبدأ العد للعام الجديد اللي شكله هيبقى سعيد. ايه ده؟ انتوا مين؟ اتش دبور. اها، هو اللي بعت
عشان تعرف ان فكرت حلو. انا هيك دبور يا فاطمه يا واد يا ذكر الليل. اندهي زي ما تندهي. انا قافل بباني المطبخ والفيلا على كل الناس. انت مجنون. انا ممكن اوديك كله ب60,000 دافيه. تعرف الحفله دي معزوم فيها كام مسؤول ممكن يحدفوك ورا الشمس؟ يا ترى اللي لابسين نحل ولا اللي لابسين ضفادع؟ الاثنين. يا ريت يا ريت تعزميهم ده حتى يدوقوا العشاء. انا عايز اقول لك ان العشاء النهارده ملطوط حشيش طرب من اللي قلبك يحبها. يعني لو واحد بس من الناس اللي بره جاع فضحتك هتبقى بجلاجل. بقول لك ايه، لم القلاديش بتوعك وبالتحديد القلدوش ده وامشوا من هنا بدل ما اعمل لكم مشاكل. امشي امشي روح فين؟ انا النهارده يا لاطط يا ملطوط زي ما دخلت ابويا السجن تطلعيه. ايه ده خفت انا من شويتين اللي انت بتعملهم. لا يا حبيبي اعلى ما في خيلك اشربه. اسمها ايه الحطو؟ اخرس. وبعدين انا ممكن اوديك في 60 داهيه زي ما وديت ابوك في 70 داهيه. بس حتى حبيبي ام فيري سوري لو حبيت اخرجه مش هقدر، لان الشهاده المختومه من وزاره الصحه هي الدليل الوحيد على براءه ابوك. انا حرقتها. اوه شيت. دي السريره لعلمك بقى. الشهادة دي مش هي الدليل الوحيد على براءته، في دليل تاني يا ماما. خدي دي. هات. حضرة الضابط. يا ماما. لطيفة هانم، احنا جات لنا 3 دعاوي من الأستاذ دبور مشروح فيهم كل حاجة بالتفصيل، وسمعنا كل الكلام اللي انت قلتيه دلوقتي وتسجل كمان. يا حضرة الضابط انا قلت الكلام ده عشان كنت تحت التهديد، كانوا عايزين يحطوا لي المخدرات دي جولك. مخدرات ايه يا سعادة الباشا؟ مخدرات ايه؟ احنا مش بتوع كلام فاضي من ده. دي من عند توينكي. دي عجوة يا باشا، بس لو حضرتك عايز حشيش ربع ساعة اروح اقضي لك المصلحة وارجع هوا. خبي ده الضابط. اتفضلي معانا يا لطيفة هانم. على رأي المثل ياما في الحبس مشاهير. اسمها مظاليم. اسكت احبسني وانت ساكت لو سمحت. اتفضلي. يا بابي يا دبور. بابا الحمد لله. بابا اعرفك بالناس اللي وقفوا جنبي. عم صفوت معجب بانجازاتك، قصتك اللي كلها سسبنس اكشن، فكرت فيلم كتبته في ايطاليا سنه. اديله فلوس ولا اعمل ايه؟ لا هو كده، هو تركيبته عامله كده. كفاره يا عمهم كفار. عقبال يا رب كده ما نشوفك بالبدله الحمراء. انا ما بحبش اللون الاحمر، خليها فوشيا. ده عاوز يشنقني. مين ده؟ كالوشا. يعني ايه؟ انت من جديد. طيب خلاص يا جماعه، انا عايز استغل التجمع ده عشان اقول حاجه مهمه قوي. اروح. انت كنت سألتيني في يوم ايه صفات فتاة احلامك، وقلتلك كنت عايزها سيكسي وستايلش وعندها تاتوز في بعض المناطق. الكلام ده كان زمان. انا دلوقتي عايزها جدعة تقدر تفتح معايا عيشة دبابير ويطلعوا جدعان زيها. تتجوزيني؟ دبور انت فاجئتني، انا محتاجة وقت افكر. وحياة امك. سوري يا سرينوسي. سرينوسي انا يا ابني ابعد بقى، خنقتني. مين ده؟ ما شرفني اطلب ايد بنتك في نظام قصدي ارواح لابن دبور الصايع. ابن الصايع. وانا يا سعاده البي شرفني اني اجوز بنتي الواحد ابوس مداهي ما شاء الله رد سجون. ارواح انا لو لفيت الدنيا كلها مش هلاقي ضفرك. انا نفسي تبقي ام عيالي، نفسي تبقي. انت ايه اللي جابك هنا؟ قول beautiful. Yeah, baby, yeah. وسط سلة وقفوا جنبي بدون شروط، طلعوا ناس كده من اللي هي
هي دغري دي في قلبك تفوت وقلوبهم بيضة الصفية حقيقي جامدة موت ونفسهم برضو أغلى من الذهب ومن الياقوت مليانة حسن هي وكرامة بدون حدود ومحبة من اللي هي بتعمر البيوت بتعمر البيوت وشفت كل خير وبقيت شخص تاني بشوف الدنيا غير ما يهمش انت مين whoever I don't care مولود في قلب حارة او كنت ابن وزير لو لابس زبرة فلس او خادم سوليتير لو تشرب معدنية او جنب بيت كوزير او بتفقع بقلة او جوه فريجيدير نايم بمخدنيش او نايم على الحصير تمشي في نادي الجزيرة بنبرة دورك الخطير او هي بغدادية بانواع حمام كتير زاجل او كم مراسلة شغلة بازي اللي بيطير كرغندي عبسي مصري وكشك وطراطير بتقصد كل حاجة او كان كاشك وطير بتضرب كرسي ديك او هرمونات كتير او منفض الرياضة كروسات وصراصير لو تاكل توست ماركة اغلى من دستة فطير او تاكل المدعم في طابور ملوش نظير لو ابيض شقي لفت او اسود فحم كير لو اقرع سنبطة او شعرف له غزير عندك عربية كرو او عربية بشوفير لو كنت بتحكي عربي او تحكي لغات كتير بتسمع بند غربي او طبلي وزمامير لو كنت ده او ده وفي لحظة انا فيها فير دي اهم حاجة فيك وبقولها everywhere. You're gonna.